واثنيناتهم لابسين عسكري يضاربون بنص الشارع. الجيش والاتحادية يضاربون بنص الشارع بالزي العسكري وسادين الطريق ومسوين ازدحام وصلت. والحكومة تتعارك بينها وبين بعضها يعني عركها ويا الشعب ما كفة وصلت مرحلة بعض ضرب أحد الضباط الاتحادية يضرب واحد من الجيش برتبة نقيب. عيد أحمد رائد بالاتحادية يضرب نقيب بالجيش العراقي. أها يضرب نقيب بنص الشارع أمام الناس وأمام العالم. أحلاك يا وطن.